نبارك لأمة الإسلام بهذا الشهر الفضيل. نحن نعمل مع إخواننا في مؤسسة واحة الإسلام أخونا محمد شرازي في شيكاغو، هو فاتح هاي المؤسسة تقريبا بدرس فيها 100 إلى 150 طفل يدرسون القرآن في هذا المسجد الطيب، ونشاركهم فرحتهم ونشاركهم في هذه فرحة رمضان، ونعمل معهم لإطعام إخواننا اللاجئين من أنحاء العالم، من الروهنجا، من سوريا، من العراق، من أفغانستان، من الصومال، بيجوا لهذا المسجد الطيب واحة الإسلام ويفطرون، نفطر مع بعض ونصلي مع بعض. بالنسبة لنوع الأكل بنطلعه كل يوم، طبعا بنطلع نوع شكل خلال شهر رمضان كامل، كل يوم بنطلع لهم شكل لحوالي، يعني بنخدم على تقريبا 12 مسجد في شيكاغو عن طريق أخونا محمد شرازي في واحة الإسلام إسلاميك أويسز. نوع الأكل اليوم بنطلع لهم كفتة كباب، تشيكن كباب، اليوم قدمنا لهم لحم الخروف مع رز الأوزي، مع الدجاج المشوي، مع الرز البرياني، مع السلطات. طبعا كل يوم نطلع ما يقارب 600 إلى 700 شقفة لحمة ودجاج لإخواننا اللاجئين الموجودين في ولاية شيكاغو. الحمد لله رب العالمين. احنا قبل الافطار لما يكون عندنا ازمات في خلال هذا الشهر ببطل المساعده من اولادي، اولادي بيجوا بيشتغلوا معي وبنشتغل، انا اللي بدخل على المطبخ قبل الافطار وبنطبخ في ايدينا وبنقدم، بنظبط الاكل وبناخذهم، باخذ دليفري بالتراك بتاع البوادي وبنطلع على المساجد وبنقدم لهم وبنخدم بايدينا عليهم ان شاء الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وخير النجاب وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الممات وخير الممات. Islamic Oasis has been working with refugee families. الطريقة الإسلامية بالفعل اتبعناها مع المهاجرين ومع اللاجئين ومع المحتاجين، الأسر المعوزة التي لا تستطيع أن ترسل أطفالها إلى المدارس الخاصة وبرامج الأطفال. إذن لدينا مركز هنا هو مسجد، وأيضا برنامج يستقطب مئات الشباب من هذه المنطقة، ونخدم أكثر من 150 أسرة شهريا و125 طفلا يأتوا إلى هنا ندرسهم في كل يوم، ثمة معلمون. والأمر المذهل هو التالي،
إن البرنامج برمته يقدم بالمجان. نحن لا نطلب فلسا واحدا من الأطفال، بل نريد أن نصوغ مستقبلا باهرا لهم. We have been providing iftar, alhamdulillah. نوفر الإفطار منذ 10 سنوات والحمد لله، ولدينا مركز افتتحناه منذ 3 سنوات نعمل مع اللاجئين من 9 جنسيات مختلفة، والحمد لله خلال شهر رمضان يأتي إلينا 100 إلى 200 شخص ليفطروا معنا من العراق ومن سوريا من أفغانستان من الصومال من نيجيريا وأفريقيا الوسطى ومن بلدان مختلفة يحضرون منها هم هنا، ونحن نوفر لهم بيئة رمضانية روحانية يعوزونها في أوطانهم، وكل شيء يقدم بالمجان. طبعا المطعم البوادي يوفر الإفطار مجانا ويوفر لنا طبقا بالدجاج والرز واللحم واللبن والزبادي والسلطات والجالية المسلمة التي تدعمنا والحمد لله.